السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد. اليوم أول وصفة غادي نحضر معاكم هي الكخاب معمرين بالحشوة ديال الدجاج بصوص مغني، كتجي رائعة وكتجي زوينة بزاف بزاف. إلا عجبكم فيديو ديرو جيم بارطاجيو لا فيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم. شاركوني اقتراحاتكم وآرائكم. إذا كنت أول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على زر الاشتراك، أبوني وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من مطبخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقة التحضير فرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو ليهم 3 ديال البيضات، نص إترو ديال الحليب، 250 غرام ديال الدقيق الأبيض، جوج معالق كبار ديال الزيت نباتية أولا الزبدة على حسب المتوفر، وغادي نحتاجو شوية ديال الملح وشوية ديال الإبزار وشوية ديال القزبر. صافي غادي ناخدو البيض ديالنا، غادي ندير دابا الملحه وشويه ديال القزبر ومعدنوس مدقوقين مزيان، وغادي نزيد شويه ديال الابزار. صافي غادي نخلطو. غادي نخلطو مزيان وغادا نبدا نضيف الحليب بشويه بشويه. دابا غادي نزيد جوج معالق ديال الزيت البلديه ولا الروميه على حسب المتوفر اولا الزبده. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. نحاولوا نخلطوا مزيان باش ما يبقاوش لينا دوك الكويرات ديال الدقيق. صافي غنضيف دابا الكمية اللي بقات ليا ديال الدقيق، صافي. بعد ما كنخلطوه تقدروا توضعوه في الميكسور ومن بعد تصفيوه. صافي وتخليوه يتروبوزا تقريبا نص ساعه، وعاد ديك الساعه تخدموا بالخليط ديالكم. كدوز نص ساعه كناخذ واحد الثوب اللي كنوضعوا فيه شويه ديال الزيت اولا الزبده. صافي كنمسحوا المقله ديالتنا على هذا الشكل هذا، وغادي ناخدو مغرفة من الخليط. صافي وغادي نخليوه بحال هكا حتى كتبان لينا نشفات من الفوق والجناب كيبداو كيتزولوا بحال هكايا. صافي غادي نخليوها بحال هكايا حتى نحسو بها تحمرات من تحت، عاد غادي نعاودو نقلبوها.
صافي غادي نزولوها وغادي نوضعوها فوق شي ثوب، وغادي نعاودو نفس الطريقة. غادي ناخدو مغرفة من الخليط وغادي نوضعو بحال هكا في المقلة ديالتنا. صافي انتم كيف ما كتشوفوا معايا الجناب كيبداو كيتزولوا بوحدهم. صافي غادي نخليوه بحال هكا حتى كنحسوا بها تحمرات شويه من التحت، وعاد غادي نقلبوه. صافي دابا غادي نزولهم من على النار وغادي نعاودو نفس العمليه. انا غادي نكمل بحال هكا حتى نسالي ونتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للصوص مورني غادي نحتاجو ليها 250 غرام ديال الحليب، 50 غرام ديال الفرماج، عندي معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، ومعلقه كبيره ديال الزبده، وصفر بيضه. اول حاجه غادي ناخدو هي غادي ناخدو الزبده ديالتنا، غادي نوضعوها تذوب. صافي غادي نوضعو هاد المعلقه ديال الدقيق، صافي غادي نخلطو مزيان بسرعه. صافي وغادي نحاولو نطيبو شويه الدقيق، عاد غادي نبدا نضيف الحليب بشويه بشويه. صافي كنبدا كنضيف الحليب بشويه بشويه. صافي حنا كنخلطو مزيان باش ما تكورش لينا. صافي كنبقاو كنحركو كيف ما كتشوفوا، راه هي الراسه كتبدا كتحل وحنا كنخلطو وكنضيفو في الحليب. صافي هاي الصلصه ديالتنا. صافي كنبقاو كنحركو كتطلق هذيك العجينه، ما كتبقاش بحال هكا كنكوره. اولا تبقاو تضيفوا غير بشويه بشويه، الا كانت غادي تغلبكم تضيفوا غير الحليب بشويه بشويه، ومن ثم هي كتحركو حتى كتطلق العجينه. هذا في الاخر تضيفوا الحليب دقه واحده. ها هو كيف ما كتشوفوا معايا الخليط ديالي بدا تيعقد. صافي بحال منين كنصوبو البيشاميل، فهي نيت راه البيشاميل، غير هي زيد عليها الفرماج، هي باش كنسميوها صوص مغني، وزيد عليها صفر ديال البيض. صافي غادي نضيفو لها شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. نضيفو لها دابا شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه على حسب الذوق. صافي دابا غادي نطفي عليها وغادي ننزلها من على النار، وغادي نضيف لها الجبن الاحمر مبشور، ونضيف لها صفر بيض. نضيف الصفر ديال البيض، حتى كيبدا كيدفى لينا الخليط عاد كنضيف الصفر ديال البيض. صافي وغادي نضيف دابا 50 غرام ديال الجبل الاحمر مبشور. وغادي نحركو الكل.
صافي كنخلطوا الكل مع بعض حتى كيندمج، وغادي نحتفظوا به العجن. وندوزوا دابا نحضروا الدجاج ديالنا. هنايا خديت بصله مشلضه وبورو، حبه وحده ديال البورو، قطعتهم على هذا الشكل هذا، وضفت معاهم شويه ديال الزويته وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نشحرهم حتى كتنزل لينا البصله ديالتنا، وغادي نضيف معاه قطع ديال الدجاج اللي قطعتهم، قطع ديال الدجاج اللي قطعتهم على هذا الشكل هذا. صافي غادي نوضعها مع الخليط باش يتشربوا المذاق ديال، يشربوا البصله ويجيو بنانين. صافي غادي نبقى نحرك بحال هكايا حتى كيطيبوا ليا ونتلاقاو ان شاء الله. صافي ها هو الدجاج ديالنا بعد ما كيتشحر. دابا غادي نزيدو عليه هذيك الصلصه اللي حضرنا. غادي نخلطو الكل. صافي دابا غادي نطفي عليها وغادي ننزلها من على النار. بعد ما كنكملو الكريب ديالنا، هذا هو الكريب اللي كنحصلو عليه كيف ما كتشوفو معايا. هذا هو الكريب ديالنا كيجي رطب. وهذه هي الحشوه ديالتنا بعد ما كملناها. دابا غادي ندوزو نعمرو الكريب ديالنا. صافي غادي ناخد حبه من الكريب وغادي نوضعو تقريبا معلقه من الخليط ديالنا من الحشوه. صافي وغادي نجيبو هذه بحال هكا، نجيبو هذه بحال هكا بحال غادي نخدمو سيكار. صافي نصفو بحال هكا في المول. صافي غادي نبقاو بحال هكا، ناخذو معلقه من الحشوه. صافي انا غادي نكمل بحال هكا بهذه الطريقه هذه، ناخذو الكريب ونوضعو الحشوه. صافي ونعملهم على شكل سيجار ولا على حسب الذوق ديالكم، تعملوا ليهم كيف ما كتبغيو. صافي انا غادي نكمل بحال هكا حتى نسالي ونتلاقاو ان شاء الله. صافي بعد ما نعمروا لي كريب ديالنا بالحشوه، كناخذوا كلويهم وكنوضعوهم في مول، وغادي نوضعو معاهم شويه ديال الفرماج احمر مبشور. صافي وغادي ندخلهم فراني غير يدوب لينا شويه هذاك الفرماج ونخرجوهم. صافي انا غادي نكمل بهذا الشكل هذا. فبالنسبه لهاد الحشوه عن جد كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. صافي انا دابا غادي ندخلها الفران ونتلاقاو ان شاء الله. الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا بعد ما تنخرجوهم من الفران كيجيو رائعين وكيجيو زوينين بزاف بزاف، والحشوه عن جد كتجي رائعه وبنينه بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوهم واكيد يروقوكم ويلقاو استحسانكم ان شاء الله. صحه فطوركم والى فيديو اخر من ديليز ساكينه.